منحت رئيسة المكتب الطبي لليونيفيل الرائد سوفيت لانا شهادة تكريم لتسعة من حفظات السلام التابعين للوحدة الهندسية للدفعة 18 لقوة حفظ السلام الصينية في لبنان. وهذه الشهادة تمنح لتشجيع موظفي الرعاية الطبية باليونيفيل والذين يقدمون مساهمة ملحوظة في دعم المساعدات الإنسانية والطبية. المستشفى الصيني من المستوى الأول أثبت جدارته، وهو واحد من أفضل مستشفيات اليونيفيل في لبنان، ولابد أن أعرب عن احترامي وشكري له ولقائده. هم يقدمون لنا مساعدات قائمة ووفروا لنا احتياجاتنا الطبية. علما بأن المستشفى الصيني يبادر لتقديم الخدمة الطبية لحفظة السلام لليونيفيل منذ بدء عمله في مايو العام الماضي، كما قدم المساعدات الإنسانية للمقيمين، فيما زار الأطباء الصينيون القرى النائية المحلية ل35 مرة واستقبلوا ما يقرب من 900 مريض، إضافة إلى توزيع أكثر من 3000 علبة من الأدوية المختلفة على أهالي القرى.